الفكرة جت إن إحنا كنا أنا ومعايا صديق ليا كنا عايزين نعمل مشروع، فكرنا في كذا حاجة، لقينا حاجات كتير جدا تقليدية، فحبينا إن إحنا نعمل فكرة جديدة، فجبنا عربية البيتل وقعدنا نفكر إن إحنا عايزين نعمل فيها مشروع، فلقينا مشروع اللي هو الكافيه ده، دي حاجة لسه جديدة. جبت العربية واشتريتها وهي قديمة، وابتديت إن أنا أجدد فيها من كل حاجة بقى، من أول سمكرة والبوية، وبعد كده دخلتها مرحلة التنفيذ بتاعة الديزاين نفسه الخاص بالمشروع، دخلتها ورشة وابتدينا نعمل الديزاين، وحاول خدنا المقاسات بتاعة المكن والمقاسات بتاعة مطحنة البن، أنا بشتغل بكذا مكنة، فجبت الأجهزة كلها دخلتها تبع للورشة وعملنا الديزاين بتاعتها. كنت بعمل سيرش على السوشيال ميديا، لقيت ان معرض الكتاب قرب، فحاولت ان انا اشارك في اي حاجه بحيث ان انا اعمل فيها دعايه وفي نفس الوقت يكون فيها شغل ليا، فجيت قدمت في معرض الكتاب والحمد لله اشتركنا فيه وابتدينا نشتغل وتعرفنا كويس جدا.